اذا بدي يقطعوا المي يعني نحن اليوم يوميتنا كلها من الصبح للمساء خيو 80 ورقه 100 ورقه اذا بدي يقطعوا المي بدنا نصير نعبي بالصاريج والصاريج اخيو كل اسبوع 100 ورقه من عدا التدفئه جايين على الشتاء من عدا اخيو الاجار الدار من عدا المعيشه بالنسبه لضخ المي بس وقفت منظمه ضخ المي بده يصير مشاكل كثير العالم تعاني من المي يعني العالم المي اليوم متعوده عليها بدها تصير تغلى المي بشكل دائم وبدا العالم تعاني كثير من هالموضوع طريج المي يعني انا بالنسبه لي عم تجيني مي كانت شركه مع بعبي بس بقى بده يزيد دبلين على القبل اجباري بدها تغلى المي طالما في ضخ ببلاش هيك بده يصير